في إطار الأنشطة الثقافية والدينية التي ينظمها يوميا منذ حلول الشهر الكريم، المركز الثقافي الإسلامي بربيسة الشيخ جنوب ولاية البيض تحت شعار رمضان شهر للذكر والفكر، حيث قدم أمس الأستاذ السيد الشيخ محمد محاضرة قيمة بعنوان استراتيجية التكوين، حضرها جمع من الأساتذة والمثقفين والطلبة والأئمة، علما أن المركز ينظم يوميا محاضرات تخص عظمة الشهر الفضيل. المحاضرة كانت بعنوان استراتيجية التكوين فيها العهد المدني، العهد المكي والعهد المدني نموذجا. تكلمنا فيها على بعض المفاهيم تاع العنوان، يعني ما معنى مفهوم الاستراتيجية، مفهوم التكوين، مفهوم التربية، لأن التربية تشمل هذا كله. و تكلمنا على العهد، يعني نماذج حية من العهد المكي والعهد المدني، لأنها في لأن يعني هذا الموضوع في الحقيقة هو موضوع السيرة النبوية الشريفة في مختلف مراحل دعوته صلى الله عليه وسلم حتى أقام بهم دولة الإسلام.